مو شيء قناة شوف تي في. صباحكم سعيد من مدينة زهور مدينة المحمدية. أمطار خفيفة هذا الصباح وريح قوية كاينة في مدينة زهور مدينة المحمدية، وأكيد عدة مدن من المملكة فيها نفس الشيء، كاين اللي فيها الأمطار وكاين اللي مازال الأجواء مشمسة ومازال ما وصلوش المطار. أكيد مع المشاهدين الكرام ديالنا كنبغيو نتشاركوا الأجواء الصباحية من جميع المدن ديال المملكة المغربية. كيف ما قلت مدينة المحمدية في هذا الأثناء فيها أمطار خفيفة ورياح قوية، أكيد الأجواء غائمة في هذا الأثناء مشاهدينا ومتابعينا كما كتلاحظوا معنا في الصورة. أكيد نتمناو من جميع المواطنين سواء السائقين وأصحاب الدراجات النارية أو الهوائية أنهم ردوا البال في هذه الأجواء كما قلنا الممطرة واللي فيها رياح قوية، حيث أكيد كيكثروا الكوادث هذيك الحوادث في هذه الظرفية هذه، والأغلبية ديال الناس يعني كل شيء كيكون زربان، كل شيء كيكون باغي يوصل للعمل ديالو في أقصى أو في أقرب وقت. وكاين ثاني الناس ملي كيخرجوا من العمل في العشية يعني كيبغوا يزربوا الطريق باش أنهم يوصلوا للمنزل ديالهم في أقرب وقت. هذا الشيء علاش كنوصيو المواطنين الكرام ديالنا أنهم يردوا البال في الطريق وتوخاو الحذر تفاديا الحوادث ديال السير اللي كما كنا تقدر تكون مميتة وتسبب لهم فيها. هذا الشيء ما كنبغيوش وقع. هذا الشيء علاش كنعاودوا نوصيو المواطنين ديالنا انهم يردوا البال مره اخرى. كما قلنا الاجواء بارده في هذا الصباح هذا بمدينه زهور مدينه المحمديه. اما بالنسبه للمدن الاخرى اكيد ان تشاركوا هذا الشيء مع المواطنين مع المشاهدين الكرام ديالنا اللي كيشاهدونا عبر قناه الشعب قناه شوف تي في، اللي غيقدروا يشرحوا لنا الاجواء كيف دايره عندكم في كل مدينه سواء الدار البيضاء مراكش اكادير طنجه وباقي المدن المغربيه. وكما قلنا مشاهدينا ومتابعينا اجواء جميله وفي نفس الوقت ممطره أمطار خفيفة. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا أمام واحد الحديقة اللي بمدينة المحمدية، كنقول للمشاهدين الكرام الأجواء وكيفما قلنا الحيطة والحذر بالأخص للسائقين، حيت كما قلنا الأغلبية ديال الناس يعني كيبغيو يزربوا باش أنهم يوصلوا للعمل ديالهم في أقرب فرصة، وكذلك ملي كيخرجوا من العمل كيبغيو يوصلوا للمنزل ديالهم في اقرب فرصه. يعني الانسان ما بقاش عنده الصبر زعما في الطريق، يحاول الانسان بقدر الامكان يوسع الخاطر ديالو ويمشي بشويه في الطريق تفاديا انه يدير حادثه ولا يؤذي ناس اخرين اللي ما عندهم حتى شي ذنب. وكما قلنا كاين اصحاب الدراجات الناريه والهوائيه كيمشيو حتى هما كذلك بسرعه وما كيردوا وكيمشيو وسط الطريق، يحاولوا دائما يتجنبوا اقصى اليمين. والناس اللي عيانه وما قادرش انه يسوق ولا باغي يتكلم في التليفون كذلك هو مثال يحاول ياخذ يعني اقصى اليمين ولا يتوقف في المحطات ديال الاستراحه حتى يرتاح ولا يدوز المكالمه ديالو، حتى العياء ولا المكالمه فوق ديال السياقه حتى هي كتكون سبب من الاسباب ديال الحوادث ديال السير. اما بالنسبه للراجلين اكيد الانسان يرد البال ما يبقاش غير كيتمشى وسط الطريق وما ردش البال، حيت الحياه ديال المواطن راه كتهمنا وحنا كنوجهوا هذه الرساله للمواطنين في الظرفيه ديال الامطار ديال الخير اللي كما قلنا في الظرفية ديال الامطار يعني كيكون يعني حوادث سواء الطريق سيار او الطريق الوطنيه. هذا الشيء علاش كنعاود نوصيو المشاهدين الكرام انهم يردوا البال والحيطه والحذر دائما للجميع. والانسان يلبس مزيان في الظرفيه بالاخص الناس اللي كيخدموا في الاماكن اللي يعني مقا يعني في العلاء زعما مقابلين مع البرد او مقابلين مع الامطار، يعني يحاولوا يلبس مزيان في الظرفيه هذه حيت كما قلنا البرد صعيب وصعيب بزاف. وبارز الناس اللي كيخدموا بالليل الله يحسن العوان، يعني كل واحد كيقلب على القوت اليومي ديالو. كاين اللي عساس، كاين اللي خدام مثلا في شركه ولكن الخدمه ديالو يعني خدام على برا يعني ما كيخدمش لداخل وسط الشركه، يعني كذلك معرض للشام معرض للبرد وعده امور. يعني الانسان في كيفاش يقلب على رزقه ورزق وليداته سواء الرجال سواء النساء حتى البنات. راه كاين البنات اللي كيخدموا بالليل في الشركات وكاين اللي كيبداو ثاني الصباح بكري. هادشي علاش كنوصيو جميع المواطنين انهم يلبسوا مزيان في الظرفيه هذه وردوا البال من هاد الاجواء البارده. وفي نفس الوقت الحيطه والحذر في الطريق اكيد، حيت الطريق هي الانسان اللي الانسان يعني كلشي كيبغي يوصل بكري سواء العمل ديالو كما قلنا سواء يعني الغرض اللي يعني كان عنده شي غرض غيقضيه، وكذلك لا كان باغي يجي للمنزل ديالو في العشيه اكيد كيفضل انه يزرب باش يوصل للمنزل ديالو في الوقت باش يرتاح. ولكن كما قلنا راه الانسان اللي كان غيدير واحد نص ساعه زايده في الطريق ووصل في احسن الاحوال يكون احسن من يزرب وتوقع عليه شي كارثه ولا شي حادثه وغيندم يقول اش داني نزرب. هادشي راه كيوقع
وراه كي الناس اللي كيشاهدونا عبر المباشر راه فاهمين هذا الشيء. يعني اي واحد بعد مرات ملي كيزرف شي حاجه وكيقول لا خاصني نوصل في ساعه ولا خاصني نوصل هذا البلاصه قبل من هذا الوقت، راه من بعد ملي كيوقع المشكل كيقول اش داني نزرب، كنت عطلت غير شويه. هذا الشيء الانسان يفكر فيه قبل ما يوصل يطيح في شي مشكل، يحاول بقدر الامكان ياخذ واحد وقته. وكاين بعض الناس سامحهم الله يعني كيبداو يتعاندوا في الطريق، يعني كنسبقك تسبقني نعمر عليك تعمر عليا، وهذا الشيء راه كيسبب في حوادث اخرى الناس اخرين ما عندهم حتى شي ذنب. يعني انسان يعني مثلا شي مرا يلاه خايد البيرمي ولا شي راجل يلاه خايد البيرمي، ملي كيشوفوا جوج الناس يعني كيسوقوا مزيان وكيتسابقوا مع بعضياتهم ولا كيكالوا بعضياتهم في الطريق، كيعمروا على السيد ولا على السيده ما يعني ما عندهمش تجربه كبيره في السياقه، وكيتسبوا لهم في حادثه يعني ما عندهم فيها حتى شي ذنب. وكما قال لنا ام ملاك قالت لنا باللي وزازات فيها برد قارس. كذلك ومثال مدينه المحمديه كاين اجواء بارده، يعني الانسان كما قلنا يلبس مزيان في الظرفيه هذه ورد البال. وكذلك في الوقت اللي تكون الامطار الانسان يحاول بقدر الامكان انه يرد البال في الطريق، خصوصا السائقين ديال الدراجات الناريه والسيارات اللي كيكون الكليساج بزاف، وحتى الطريق اللي كانت الامطار قويه يعني حتى الرؤيه كتولي يعني ضعيفه شويه بالنسبه للسائقين. هذا الشيء كنوجهوا للمشاهدين ديالنا الحيطه والحاضر، وتفاديا الحوادث ديال السير. نكتفيوا بهذا القدر المشاهدين والمتابعين، ونتمنى لكم يوم ممتع، والسلام عليكم.